يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المصطفى والمرتضى والزهره الزاهره سلام على صادق العتره الطاهره سلام على قائمهم وجه الله وعينه الناظره ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة الثامنة والثلاثون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا إمام، شوقي, شوقي إليك، شوق الحنين، وعطشي إليك، عطش أيام الجدب، وليالي المحول إلى ماء الحياة، يا إمام، اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات, محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام، هم تضحك أيامي, أيامي وأشوفنك هل هم تضحك أيامي, أيامي وأشوف فنبنك. لو حزن لو أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق الدرب مو حش يا إمام مو حش مو حش يا إمام الدرب مو حش يا, يا, يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويلات هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى الحلقات من الحلقه 230 الى الحلقه 237 ذكرت فيها القرائن التي قد تشيروا الى اننا في واقعنا الشيعي فيما يرتبط بعلاقتنا بامام زماننا الحجه بن الحسن وموقفنا من المشروع المهدوي الاعظم من ان الواقع الشيعيه يتحرك باتجاه السيناريو الثالث. سيناريو اليوم الأخير. ومر تفصيل الكلام في هذا. الأمر الآخر الذي تحدثت عنه من أن القلوب على صنفين. أتحدث عن قلوب شيعة الحجة ابن الحسن في حال انتظارها قلوب قاسية وقلوب منكسرة ومر الكلام في تفاصيل هذه العناوين هذه خلاصة وجيزة جدا لما تقدم في الحلقات الماضيه تسلسل الحديث متشعبا متفرعا وختمت كلامي في الحلقه الماضيه بما جاء عن امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله عليه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لإنكارنا. وصلت إلى هنا، وختمت الحديث في الحلقة المتقدمة. هذه الكلمة التي تلخص كل حديثي. في كل برامج الطويلة المفصلة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا سأعود بكم إلى أصل هذه الكلمة انها رساله من امام زماننا الى شيعته في زمان الغيبه الكبرى ميرزا مهدي الاصفهاني رحمه الله عليه متى توفي ميرزا مهدي الاصفهاني توفي في سنة 1365 للهجرة. نحن الآن في سنة 1443 للهجرة. ما بين سنة وفاته وبين هذه السنة ثمانية وسبعين سنة. ثمانية وسبعون من السنين. ما هي بمدة طويلة جدا. ميرزا مهدي الأصفهاني ولد في سنة ألف. وثلاثمية وثلاثة للهجرة وتوفي في سنة ألف وثلاثمية وخمسة وستين للهجرة وصل إلى الثانية والستين من عمره وتوفي في مدينة مشهد حكاية جميلة ترتبط بميرزا مهدي الاصفهاني. اصفهاني إيراني من أشياع علي صلوات الله وسلامه عليه ورد إلى النجف. كان الرجل نابها وذكيا ودقيق النظر وعميق الفكر كان جادا في درسه وبحثه أتحدث عن الدرس والبحث الحوزوي في حوزة الطوسي في النجف تفوق على أقرانه في دروسه الحوزوية ونال درجه الاجتهاد بحسب الاعراف الحوزويه في النجف وهذا هو اعلى مستوى علمي بحسب موازين حوزه الطوسي في النجف الرجل بلغ مرتبه الاجتهاد بحسب موازين حوزة النجف وفي الوقت نفسه كان ميرزا مهدي الاصفهاني ملتصقا باستاذه في العرفان احمد الكربلائي، السيد احمد الكربلائي من تلامذة شيخ حسين قولي الهمداني رجاء اعرضوا لنا صورة السيد أحمد الكربلائي وهي صورة يتيمة نادرة ويبدو أنها ليست سليمةً هذه صوره السيد احمد الكربلائي الذي كان استاذا لكبار عرفاء الشيعه واعرضوا لنا صوره الميرزا مهدي الاصفهاني هذا هو ميرزا مهدي الاصفهاني الذي حدثتكم عنه قبل قليل عن تاريخ ولادته ووفاته سيد احمد الكربلائي من تلامذه شيخ حسين قلي الهمداني ويتحدثون عنه كثيرا في اجواء العرفانيين الى الحد الذي يقولون عنه انا انقل كلامه انا لا اصدق العرفانيين ولا اعبا بكلامهم لكنني انقل كلامهم كنت في يوم من الايام من العرفانيين وممن تعمق كثيرا في هذه الاجواء لكن حين أشرقت لي أنوار المعارف من حديث العترة طلقت ذلك المسيرة من دون رجع كنت عاشقا ومحبا للعرفان أيام شبابي وقد توغلت فيه كثيراً واعرضت عنه اعراضا لا مثيل له مثلما قلت لكم حين اشرقت لي مشارق انوار معارفهم من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مثلما بايعتهم في الغديرين في الغدير الاول العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي على اي حال سيد احمد الكربلائي يقولون عنه ما يقولون في الاجواء العرفانيه الى الحد الذي يتداولون فيما بينهم بشكل مخصوص من انه كان من زوار الجزيره الخضراء الجزيره الخضراء التي ترتبط بامام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لها حكايه طويله لا اريد ان اتحدث عن هذا الموضوع انما اقول لكم ما يقوله العرفانيون في اجوائهم من كرامات ومعجزات ومناقب هؤلاء العرفاء. السيد احمد الكربلائي هو استاذ السيد علي القاضي الطباطبائي إمام مدرسة العرفان المعاصرة. ما مدرسة العرفان هذه؟ ما هي بقديمة؟ سأحكي لكم حكايتها، وإذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فعودوا إلى برامجي المختصة في هذا الموضوع، إنها متوفرة على شبكتي العنكبوتية. وكان أيضا أستاذا لميرزا مهدي الأصفهاني وقد التصق به التصاقا شديدا قد تكون علاقة ميرزا مهدي الأصفهاني أقوى وأشد من علاقة علي القاضي بالسيد أحمد الكربلائي ميرزا مهدي الاصفهاني مثلما كان نابها ونابغا في دراسته الحوزويه كان ايضا نابها ونابغا في دراسته وسلوكه العرفاني تفوق في الاتجاهين الى ان قال له استاذه احمد الكربلاء في يوم من الايام من انني لا استطيع ان انفعك اكثر مما نفعتك انك قد بلغت الكمال بلغت الكمال في الدراسه العرفانيه في السلوك العرفاني بامكانك ان تسير وحدك في الطريق وبامكانك ان تتصدى لتربيه التلاميذ فقد اصبحت ممسكا بناصيه العرفان واسراره وشؤونه الرجل وفقا لهذا تكاملت دراسته الحوزوية حتى صار مجتهدا بحسب موازين حوزة الطوسي التي لا أعبأ بها لكنني أحدثكم حديث التأريخ وتكامل أيضا في مسلكه العرفاني هو يحدث خواصه بعد ذلك يقول انني تكاملت حوزويا في دراسه الحوزه واصبحت ضليعا في علومها الرسميه المعروفه وبلغت الاجتهاد إنها الدرجة العليا في الدراسة الحوزوية الطوسية وفي الوقت نفسه فإن أستاذي أحمد الكربلاء أعطاني الإجازة من أنني قد تكاملت عرفانيا بحدود المنهج الدراسي في مدرسة حسين قولي الهمداني وأحمد الكربلاء كان من رموزها ومن التلامذة المبرزين لشيخ هذه المدرسة ميرزا مهدي الأصفهاني يقول لكنني لا أستشعر الكمال في نفسي ولا أستشعر أنني قد وصلت إلى حقيقة الدين لا في دراسة الحوزوية ولا في دراسة العرفانية، أخذ هذا الهاجس يسيطر عليه سيطرة كاملة، يراجع كتبه يراجع ما تعلمه يراجع ما وصل اليه فانه يجد نفسه ما بلغ شاطئ الامان يقول انني لا اتلمس حقيقه القرب من امام زماني فلا الدراسه الحوزويه تقربني اليه ولا الدراسه العرفانيه تقربني اليه الى اين اذهب فالحوزه والعرفان هما ابواب الدين الى اين اذهب بدات حياته تسود في وجهه شيئا فشيئا وبدا الخناق يضيق عليه الرجل كان معروفا عنه يهتم بالنظافه كثيرا ويهتم بحسن مظهره وباناقه ملبسه وثيابه كان دقيقا في كل شؤونه لكن الحاله التي هو عليها جعلته يهمل كل شيء اهمل بيته واهمل نفسه واهمل مظهره واهمل اهتمامه بالنظافه التي كان يراعيها كثيرا لقد اضطربت حياته اضطرابا الى الحد الذي ما كان يطيق ان يبقى في النهار في بيته فلجا الى مقام قبر هود وصالح ولم يكن معمرا كان بناء قديما مهجورا لم يكن هناك من الزوار الكثيرين الذين يذهبون لزيارته ما ان تبدا الساعات الاولى من اليوم حتى يخرج ميرزا مهدي الاصفهاني من بيته من مكان اقامته الى قبر هود وصالح النجفيون يعرفون اين هو مزار هود وصالح قطعا في زماننا كل شيء تغير نحن نتحدث عن زمن يعود الى ما يقرب من تسعين سنه وربما اكثر الى زمن بعيد من زماننا هذا مثلما قلت لكم من ان ميرزا مهدي الاصفهاني توفي في سنه الف وثلاثمئه وخمسه وستين للهجره قطعا هذه الحوادث حدثت قبل تاريخ وفاته فهو قد توفي في مدينه مشهد بعد ان هاجر الى مدينه مشهد وترك النجف وراءه في كل يوم كان يترك مكان اقامته ويتوجه إلى قبر هود وصالح. يمكث هناك طويلا ربما يبقى إلى وقت الغروب. تارة ينشغل بقراءة القرآن أو بقراءة الدعاء والزيارة وتارة يتوجه إلى إمام زمانه يناجيه وأخرى يبقى صامتا مذهولا فإن الرجل كان يعيش حالة من الذهول وسؤال يتردد في عقله إذا أين هو الدين؟ هذا الذي تعلمته لا يمثل شيئا من حقيقة الدين. لا الذي درسته في الدراسة الحوزوية الطوسية، ولا الذي تعلمته في المدرسة العرفانية الصوفية. اذا اين هو الدين؟ كان يتوسل يوميا بامام زمانه يا قائمة آل محمد أدركني أدركني أين الطريق أين هي البوابة التي توصلني إليك تمر الأيام وتسود الدنيا في عينه وتبدا حلقه حياته تضيق وتضيق لقد ساءت حياته في كل الاتجاهات وهجر الناس جميعا لا يجد أنسا لا في بيته ولا حتى حينما يذهب معتزلا في قبر هود وصالح إنه يبحث عن دينه ما وجد حقيقة الدين لا في دراسة الحوزة ولا في دراسة العرفان إنني حين أحدثكم عن هذا الرجل اتذوق طعم هذا الكلام الذي اقوله لانني قد تذوقت طعم الدراسه الحوزويه الطوسيه وتذوقت طعم العرفان في اغواره البعيده احدثكم بحديث عملي لا احدثكم بحديث نظري الى ان جاءه الفرج في يوم من الايام بعد ان اشتد عليه الامر وضاقت به الدنيا في جميع اتجاهاتها وفي يوم من الايام من دون ميعاد كان جالسا بمفرده في قبر هود وصالح وإذا بالإمام قد دخل عليه. لقد عرف إمام زمانه لم يره من قبل. أنا لا أتحدث عن منام ولا أتحدث عن مكاشفة أو مشاهدة أو معاينة مثل ما يقول العرفاء. لقد رآه مثلما يرى كل شخص في الحياه الاعتياديه اليوميه. جاءه إمامه فهب قائما من مكانه قبر هود وصالح وفي القبر في المزار اثنان الحجه ابن الحسن ويقف بين يديه ميرزا مهدي الاصفهاني كان الامام متبسما في وجه ميرزا مهدي الاصفهاني وميرزا مهدي الاصفهاني يقرا في بسمه الامام أن انظر إلى صدري فميرزا مهدي الإصفهاني كان مذهولا كان مشدودا إلى وجه إمامه الذي يشرق جمالا وهيبة وسؤددا ونورا وشرفا إنه ابن نرجس الطاهرة هذا ابن الحسن العسكري هذا امام زماننا الذي بايعناه بيعه الغدير الثاني هذا هو قائم ال محمد هذا هو خلاصه الوجود انه بقيه العتره الطاهره نذهب الى فاصل عن جابر الجعفي عن ابي جعفر الباقر صلوات الله عليه, الله عليه الزم الارض ولا تحرك, تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات, علامات اذكرها لك وما اراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيءكم الصوت من ناحيه دمشق بالفتح وخسف قريه من قرى الشام تسمى الجابيه وستقبل اخوان الترك حتى ينزل الجزيره وستقبل مارقه الروم حتى ينزل الرمله فتلك السنه فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات رايه الاصهر ورايه الابقع ورايه السفياني مثلما قلت لكم ميرزا مهدي الاصفهاني كان مذهولا لكن ذهوله هذه المره يختلف عن ذهوله الذي كان يعيشه في الايام العسيره التي مرت عليه وهو في حيره من امره والسؤال الذي كان يدور في فكره ليل نهار اين هو الدين اين اجد حقيقه الدين وها هو الدين امامه ها هو الجمال والجلال الإلهي يقف أمامه كان الإمام متبسما في وجه ميرزا مهدي الأصفهاني وميرزا مهدي الأصفهاني فهم من دون أن يكلمه الإمام الإمام فهمه من دون كلام ان جوابك على صدري فنظر الى صدر الامام هناك يافطه جميله قد علقها الامام على صدره يافطه خضراء لم تكن عريضه جدا هذه اليافطه ثبتها الإمام على صدره يافطه من قماش أخضر من قماش أخضر بلون براق وقد كتب على هذه اليافطه المثبته على صدر الحجه بن الحسن بخط جميل بلون ابيض الا انه يشرق نورا بلون ابيض منير فقرا الرساله المكتوبه على هذه اليافطه دخلت في عينيه وفي عقله وفي قلبه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا وقد اقامني الله وانا الحجه بن الحسن ما ان قرا ميرزا مهدي الاصفهاني هذه الرسالة ودخلت في كل كيانه غاب الإمام أمام عينيه لكن ميرزا مهدي الإصفهاني كما يخبر الذين أخبرهم من ان كل شيء قد تغير في حياته رجع مسرعا الى بيته وبدا بتنظيم اموره وفي ظرف ايام قليله اتخذ قراره ان يغادر النجف التي ما كان في لحظه من اللحظات يفكر ان يغادرها في ما مر من ايامه التي قضاها في النجف لكنه صفى كل شيء من اموره ومن علاقاته واخذ قراره النهائي ان يغادر الى مشهد لماذا؟ كي يبدا حياه جديده لانه يعرف احوال النجف لن يستطيع ان يبدا حياه جديده بطعم مهدوي فالحوزه طوسيه طعمها شافعي معتزلي والعرفان صوفي طعمه طعم الفتوحات المكيه لابن عربي طعمه طعم فصوص الحكم اراجيف ابن عربي اراجيف الصوفيه وخيالاتهم وتفاهاتهم هذه هي الحقيقه من الاخر انني احدثكم بحديث الذي له خبره نظريه وله خبره عمليه في المجالين فذهب ميرزا مهدي الاصفهاني الى مشهد واسس مدرسته التي عرفت بالمدرسه التفكيكيه هكذا تعرف في الاجواء الثقافيه الايرانيه واتباعها يطلقون عليها المدرسه المعارفيه اشتقوا هذا العنوان من هذه الكلمه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا انشأ مدرسته قد يسال سائل منكم هل انا متاثر بمدرسته اقول لكم كلا انا لا انتمي الى اي مدرسه من المدارس الشيعيه مع خبرتي الواسعه فيها فانا على خبره واسعه جدا في تفاصيل المدرسه الاصوليه وفي تفاصيل المدرسة الأخبارية. وفي تفاصيل المدرسة الشيخية. وفي تفاصيل المدرسة العرفانية. وكذلك في تفاصيل مدرسة ميرزا مهدي الإصفهاني التي قد تسمى بالمدرسة التفكيكية. وتسمى بالمدرسة المعارفية أنا لا أنتمي لأي مدرسة من هذه المدارس أنا أنتمي إلى مدرسة هذا عنوانها الكتاب والعترة إنه القرآن المفسر بتفسيرهم فقط 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 والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم فقط 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 قطعا بحدود فهمي قطعا بحدود ادراكي نذهب الى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبى عند عبد, الله عبد الله إمامنا الصادق صلوات, صلوات الله, الله عليه إذ, إذ دخل عليه مهزم, مهزم الأسدي. الأسدي فقال, فقال أخبرني, أخبرني جعلت فداك في في متى, متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال فقطال يا, يا مهزم, مهزم كذب الوقاتون, الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا, والينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن, عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن ان تكذب فلسنا نوقت لاحد وقتا قد يكون مفيدا أن أحدثكم عن خصائص المدرسة المعارفية، لكن الحلقة ليست مخصصة لذلك، فميرزا مهدي الأصفهاني أنشأ مدرسته التي عُرفت باسمه في مدينه مشهد وفقا لفهمه لهذه الرساله ومن هنا قلت لكم انني لست متاثرا بمدرسته ولا علاقه لي بها انا نهجت في الطريق الذي نهشت فيه وفقا لفهمي من هذه الرساله ايضا من هذه الرساله ومن كل ما جاء في قرانهم المفسر بتفسيرهم وما جاء في حديثهم المفهم بتفهيمهم مثل ما بينت لكم في بداية الحلقة من أن الكلمة هذه تلخص كل المضامين طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وانا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليك يا بقيه الله للمعلومه النافعه السيد السيستاني اتحدث عن المرجع الاعلى في النجف هو من مدينة مشهد وولادته في مشهد ولد في سنة 1349 على ما هو معروف للهجرة فأدرك حينما كان يافعا ايام ميرزا مهدي الاصفهاني. فالسيستاني درس المقدمات عند تلامذه ميرزا مهدي الاصفهاني درس المقدمات وربما حضر بعض مجالس الميرزا مهدي الاصفهاني. توفي ميرزا مهدي الأصفهاني سنة 1365 للهجرة وسيد السيستاني ولد في سنة 1349 للهجرة يعني قد بلغ إلى السنة السادسة بعد العاشرة في زمان وفاه الميرزا مهدي الاصفهاني. وبعد ذلك انتقل الى مدينه قم وتتلمذ عند السيد حسين البروجردي وتاثر به كثيرا. وفارق كبير بين المدرستين. مدرسه ميرزا مهدي الاصفهاني مدرسه مهتمه بالقرآن وبالحديث بينما مدرسة البروجردي هي مدرسة طوسية صرفة وهي غاطسة في الفكر الناصبي إلى حد بعيد جدا فالنشأة العلمية للسيستاني صحيح في بداياتها كانت في الاجواء القريبه من فكر ميرزا مهدي الاصفهاني لكنه طلق ذلك وارتكس في فكر البروجردي انها المدرسه الطوسيه والعميقه جدا في طوسيتها ذكرت هذا للمعلومه التاريخيه النافعه اعود الى هذه الرساله التي وجهها امام زماننا الينا جميعا هذه ما هي برساله خاصه بالميرزا مهدي الاصفهاني لذا فان الامام لم يتكلم معه واثبت له التوقيع على صدره هذا توقيع للشيعه عبر ميرزا مهدي الاصفهاني هذا هو السر في عدم كلام الامام مع الميرزا مهدي الاصفهاني والا فكان ممكنا ان الامام يقول هذا الكلام بلسانه لكنه كان متبسما في وجهه واوحى اليه ان الجواب في هذا التوقيع وكان هذا التوقيع محمولا على صدره وكان التوقيع مختوما بختم الامام وقد اقامني الله وانا وتحت كلمه وانا كان ختم الامام وانا الحجه ابن الحسن في بعض النقول وانا الحجه ابن الحسن العسكري فكان هذا التوقيع محمولا على صدر الامام صلوات الله عليه ومختوما بختمه هذا يعني ان الكتابه كانت بخطه الشريف ولذا فان الامام قد ختم تلك اليافطه بختمه المبارك انها رساله وتوقيع بنحو مخصوص لنا جميعا لم يرد توقيع من الناحيه المقدسه بهذه الخصوصيه وبهذا الطراز انها اخر رساله وصلت الى الشيعه اخر توقيع وصل الينا من امام زماننا هذه الكلمه الذهبيه على الاقل بالنسبه لي تنير عقلي وتنير قلبي وتنير وجداني وتنير لي الطريق هذه الكلمه عشقتها وخالطتها في عقلي وقلبي انني احدثكم حديث الوجدان الصادق اتمنى ان يصل هذا الصدق الى عقولكم والى قلوبكم كي تعانقوا هذا المضمون مثلما عانقته كل احاديثي كل برامجي كل دروسي كل ما كتبت وكل ما فكرت وكل ما نطقت وكل ما عملت في اجواء هذه الكلمه في اجواء هذا التوقيع الشريف طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا بتوفيقك يا بقيه الله اعني واعن الذين يريدون ان يتمسكوا بهذا السبيل من أبنائي من بناتي من اخواني من اخواتي اعنهم ان يكتشفوا هذا الطريق وان يتذوقوا حلاوته انني عشقت مسجد جمكران بسبب هذه الكلمه واصبحت من مرتاديه حينما كنت في مدينه قم في الثمانينات وفي التسعينات اعد نفسي من عشاق مسجد جمكران ومن مرتاديه ولطالما زرته واكثرت من زيارته في اول زياره لي لمسجد جمكران بعد ان قرات عنه ما جاء مذكورا في كتبنا وما حدث به الحسن ابن مثله الجمكراني الذي التقى بامام زماننا في الارض التي بني عليها المسجد حكايه مفصله طويله لا مجال لايرادها فذهبت الى هذا المسجد في اوائل سفري وانتقالي الى ايران والعيش في مدينه قم وانني وانا احدثكم الان اتذكر حلاوه ذلك المسجد وحلاوه الوصال فيه وحلاوه العباده فيه في اول زياره لي للمسجد وأنا أريد الدخول من الباب أتحدث عن البناء القديم للمسجد، المسجد تغير الآن هذا حديث في بدايات بدايات الثمانينات حديث قديم فلما كنت أحاول الدخول من الباب إلى داخل المسجد لفت نظري كتابة جميلة على الكهش الأزرق قرأت هذه الكلمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذه الكلمة هزتني هزتني هزا وفي اللحظة نفسها عرفت أن من كلمات صاحب الأمر لم أكن قد قرأتها في التوقيعات لكن اللحن واضح في كل حرف منها هذا كلام الحجة ابن الحسن على الأقل بالنسبة لي إنني أزعم أنني أتذوقه لن تتيه هذه الكلمة عن إدراكي هذا كلام صاحب الأمر لكنني ما قراتها ولا اعرف مصدرها كنت متحمسا ان اكمل زيارتي وصلاتي في المسجد كي اعود الى مكتبتي اريد ان ابحث عن هذه الكلمه رجعت وبحثت في كتبي عثرت عليها عثرت عليها وعثرت على تفاصيل حكايه ميرزا مهدي الاصفهاني وبحثت كثيرا عن هذه الواقعه حتى اصبحت ملما بكل تفاصيلها انني ما حدثتكم بكل التفاصيل اجملت لكم الحديث وذهبت باحثا عن كتبه جمعت كل الكتب التي استطعت ان احصل عليها من كتب المدرسه المعارفيه من كتبه ومن كتب تلاميذه على اي حال لا اريد ان احدثكم عن التفاصيل الاخرى هذه الكلمه هزتني لكنني لا اخفيكم سرا ما اقتنعت بالكلام الذي قراته في كتب المدرسه المعارفيه قد اتفق مع بعضه لكنني ما اقتنعت ولا تفاعلت تفاعلا شديدا مع احترامي واجلالي لهذه المدرسه بالقياس الى المدارس الاخرى كل المدارس الشيعيه لها محاسنها ولها مساوئها ما من شيء الا وله محاسن وله مساوئ. وفي الحقيقه نحن اذا اردنا ان نقيم انفسنا فان تقييمنا في دعاء يوم عرفه الهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ والله هؤلاء نحن في احسن احوالنا. انا وانتم والاخرون. الهي من كانت محاسنه مساوي. فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ هؤلاء نحن في أحسن أحوالنا الوحى, الوِحى 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 يا بقية الله يا صاحب الزمان الأمان الأمان أسألك الأمانة أمانة الدين وأمانة الدنيا وأمانة الموت والقبر وأمانة الآخرة نذهب إلى فاصل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة، وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود. عن ابي خديجه قال: قال, قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو, يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائد قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس طريق المعارف عند إمام زماننا واضح وواضح جدا، لقد مهده لنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وهذا يوم ميلاده الشريف. لقد اسسه لنا نفس محمد علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا يوم من ايام زياراته المخصوصه من قريب من بعيد سلاما يا امير المؤمنين سلاما يا سيد الوصيين سلام على النجف الاطيب سلام على ورده الاعذب فمحمد صلى الله عليه واله هو الذي مهد الطريق وعلي هو الذي اسس الاساس وصادقهم صادقهم الذي لا دين من دونه كل ديننا في الجانب المعرفي وفي الجانب العقائدي وفي الجانب العلمي وفي الجانب الاطوائي كله من فيضه مما فاضت به شفاهه الطاهره الشريفه هذا يوم ميلاده صلوات عليه الصادق هو الذي شرح لنا كل شيء امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بتاييده وتسديده والطافه وتوفيقه تتحقق الاماني ويتضح الوضوح اكثر واكثر البداية من محمد صلى الله عليه وآله أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد صلوات الله عليه وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين بينها لنا رسول الله ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا لن للنفي التابيدي ومع ذلك اضاف رسول الله قيدا تاكيديا ابدا ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا انه قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم انها بيعه الغدير العلوي وبيعه الغدير المهدوي. هذه هي حقيقه ديننا التي كان لا يتذوقها ولا يجد ذائقه لها ميرزا مهدي الاصفهاني لا في الدراسه الحوزويه ولا في الدراسه العرفانيه. وتلك حقيقه. حقيقه انا عشتها شخصيا لا ابالي ان تصدقوا او ان لا تصدقوا انها حجج تقام عليكم انا لا احدث الجميع احدث الذين يعرفون دقه كلامي وصدق حديثي وعمق تجربتي في الواقع الديني احدث هؤلاء لا احدث غيرهم لا شان لي بغيرهم البوابه من هنا ما ان تمسكتم بهما بالكتاب والعتره لن تضلوا بعدي ابدا هذا ضمان ضمان من محمد صلى الله عليه واله هو الذي مهد لنا وعلي اسس الاسس وصادق شرحها والقائم بتوفيقه وتسديده يوصلنا الى شاطئ الامان علي يحدثنا عن ذلك هذا نهج البلاغه الشريف وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 148 رقم الخطبة 150 الخطبة 50 بعد المئة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة صفحة 148 رقم الخطبة 150 مما جاء فيها سيد الاوصياء يتحدث عن الفتن المقبله الى ان يصل للحديث عن زمان الغيبه الطويله الا وان من ادركها منا من محمد وال محمد انه يتحدث عن الفتن إذ يقول وأخذوا يمينا وشمالا ضعنا في مسالك الغي ضعنا حركة سفرا سلوكا وأخذوا يمينا وشمالا ضعنا في مسالك الغي وتركا لمذاهب الرشد انها الفتن وما الحوزه الطوسيه الا مصداق منها وما المنهج العرفاني الصوفي الا مصداق من مصادق هذا الى ان يقول سيد الاوصياء ألا وإن من أدركها منا من محمد وآل محمد يسري فيها بسراج منير إنه صاحب الأمر بعد أن مهد محمد المصطفى وأسس علي المرتضى وشرح الصادق المصدق ما شرح والأئمةُ كلهم كذلك لكنني اشير الى هذه الاسماء الزاهره لان اليوم مسجل لهم باسمائهم فجاء صاحب الامر بسراجه المنير امير المؤمنين هو الذي يحدثنا ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالح صالح بعد صالح وصادق بعد صادق ومعصوم بعد معصوم وإمام بعد إمام هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم امير المؤمنين. الا وان من ادركها منا يسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصالحين ليصنع ماذا؟ ليحل فيها ربقا انها القيود والحبال ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا ويصدع شعبا ويشعب صدعا ويصدع شعبا ما اجتمع من الضلال فانه سيصدعه وما تمزق من الهدى فإنه سيجمعه ويصدع شعبا الشعب هو المجموع ويشعب صدعا والصدع هو الممزق هو المفرق كل هذا يقوم به امام زماننا في ستره عن الناس انه زمان الغيبه الامام الذي لا اقول يغيب عن ابصارنا ابصارنا تغيب عنه هو قائم شاهد ناظر هو الغائب الذي غابت أبصارنا عنه هو الناظر إلينا والمحيط بأحوالنا في كل ثانية وفي كل ما هو أقل من الثانية في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثر الذي يبحث وراءه حسا لن يصل إلى شيء الأمر راجع إليه إذا أراد أن يظهر لأحد مثل ما ظهر لميرزا مهدي الأصفهاني فإذا أراد أن يظهر إلى أحد فإنه سيظهر إليه بالنحو الذي هو يحدده صلوات الله عليه في ستره عن الناس لا يبصر القائف اثره ولو تابع نظره ما الذي يحدث في اجواء امامته وفي اجواء غيبته التي هي محل الطافه ثم ليشحذن فيها قوم من الذي يشحذهم امام زمانهم هو الذي يشحذهم يشحذهم سيوفا يشحذهم عقولا يشحذهم قلوبا يشحذهم اعوانا للتمهيد لمشروعه العظيم والإمام استعمل لام التوكيد واستعمل نون التوكيد المشدده التي هي عبارة عن نونين هذا تأكيد وتشديد لوقوع عملية الشحذ في زمان الغيبة لكن من اي طريق من الطريق الذي جاء في هذا التوقيع الشريف طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا فالمعارف لها طريق واحد هو طريق اهل البيت وطريق اهل البيت مشخص قرانهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب سقيفه بني ساعده ولا بتفسير نواصب سقيفه بني نجف بني طوسي قرانهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم وفقا لقواعد المنطق العلوي هذا علي يفهمكم بعدي يعني أن عليا لا بد أن يضع قواعد التفهيم وقد وضعها علي وإلا كيف يشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير ويشترط علينا أيضا صاحب الأمر في بيعة الغدير الثاني كيف يشترطون علينا ذلك وليس هناك من قواعد للتفهيم وضعها علي صلوات الله وسلامه عليه ضيعها مراجع الشيعه اهملوها لكنني حين بحثت عنها وجدتها وجدتها ما بين كتابهم وحديثهم ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل القين هو الحداد والنصل هو السيف النصل قد يقال للسيف وقد يقال لكل سلاح حاد وقد يقال للطرف الحاد من اي سلاح لطرف الحاد من السيف لطرف الحاد من الرمح وهكذا ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل وهذا يذكرنا باحاديثهم التي تقول من ان حديثنا جلاء القلوب من ان حديثنا حياه القلوب من ان حديثنا جلاء القلوب الجلاء التنظيف الكامل حديثنا يجلو القلوب كما يجلو الصيقل السيف الصيقل هو الحداد الذي يصنع السيوف ويقوم بصقلها فمثلما يجلو الصيقل عن السيف الرين والصدأ، هذه كلماتهم ما هي كلماتي؟ هم هكذا يقولون مثلما يجلو الصيقل الرين والصدأ عن السيوف فإن حديثنا يجلو الرين والصدأ عن القلوب هذه ثقافتهم حديثهم هو قرآنهم قرآنهم من دون حديثهم يقود إلى الضلال فالقرآن من دون التفسير سيضطر الانسان الى تفسيره بحسب ما يرى وذلك هو الضلال هذا القران الذي هو كتاب هدايه سيحوله الانسان الى كتاب ضلال القران ذاتا كتاب هدايه لكن الانسان هو الذي يحرفه يحرفه بالفاظه يحرفه بقراءته يحرفه بمضامينه باي وجه من وجوه التحريف حينئذ سيحول الانسان القران الى كتاب ضلال ضمان بقاء هدايه القران ان نفسر القران بتفسيرهم فقط وهذا هو مضمون بيعه الغدير الاولى ومضمون بيعة الغدير الثانية. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دار ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء الا ان يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانه التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد